في دمشق ضبطت الجهات المختصة خلال تنظيفها للمدينة من رجس الإرهابيين وكرا يحتوي كميات من الألغام والعبوات الناسفة. وقال مصدر مسؤول في ريف دمشق أن الألغام والعبوات مختلفة الشكل والأحجام والأوزان بحيث يصعب التعرف عليها من المواطنين وبالتالي تلحق بهم أضرارا بالغة. وأضاف المصدر أنه تم ضبط أيضا بعض الذخائر والأسلحة.